خطوة ممتازة، وكيف سيكون المستقبل في ظل تسارع الذكاء الاصطناعي؟ نعود مشاهدينا الأفاضل إلى زميلنا عمار تواجين، وهذا الاتصال المباشر من مخيمات اللاجئين الصحراويين بالداخلة، حيث تجري الاحتفالات بالذكرى 46 لإعلان الوحدة الوطنية. عمار تواجين، صباح الخير وإليك التفاصيل. شكرا لك زميله عفيف، نعتذر عن هذا الخلل التقني خارج عن نطاقنا. طبعا كما قلت هي الذكرى 46 يحتضنها مخيم الداخله وسط عوده للكفاح المسلح في الحرب الثانيه التي فرضها المغرب على الصحراويين. هذه الذكرى تاتي ايضا بحله خاصه ومتميزه بعد عوده واتساع رقعه الدعم والتضامن من الاجانب والدول الاوروبيه للشعب الصحراوي وقضيته العادله. لمزيد المعلومات نستضيف معنا يوسف أحمد المدير المركزي للمحافظة السياسية بوزارة الدفاع. ما هي أهمية هذه الذكرى وخاصة هي الذكرى الثانية في الوحدة الوطنية؟ أيضا فيما تتمثل نكهة الاحتفال بهذه الذكرى وسط العودة إلى كفاح مسلح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحيي وأقدر وأثمن عاليا المجهود الذي يقوم به العلام الجزائري من الدول الجزائرية الشقيقة، والشعب الصحراوي كله يكون كل الاحترام والتقدير للشعب الجزائري عموما بكل أطيافه. فيما يتعلق بهذا الحدث، هذا حدث تاريخي ومتميز لعاملين اثنين. العامل الأول هو يتعلق بذاكرة الشعب الصحراوي، لأن الشعب الصحراوي في سنة 75 في يوم 12 أكتوبر كان قد اجتمع وأقر بأن هذا الجسم الصحراوي كله متحد حول الجبهة الشعبية لتحرير الساق الحمراء وادي الذهب كإطار شرعي ووحيد لهذا وكممثل لهذا الشعب، بما يعني أن الصحراويين الآن يجددون العهد بشكل آخر بأكثر قوة وبأكثر متانة، وهذا يعد في حد ذاته رسالة قوية للداخل كذلك للخارج، لأن الصحراويين منذ ما يزيد على 40 سنة كانوا أعلنوا الكفاح المسلح ضد الاحتلال المغربي، وهذا الإعلان لا زال متواصلا. النقطة الثانية تتعلق بالظرفية المتميزة التي يمر بها شعبنا، من حيث أنه منذ 13 نوفمبر الماضي أعلن الشعب الصحراوي استئناف الكفاح المسلح. هذا الاستئناف يعني رسالة قوية واستراتيجية تؤكد بأن الصحراويين يواصلون عزيمتهم وإصرارهم على دحر الاحتلال المغربي وعلى استكمال ولأجل استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابنا الوطني. النقطة الثانية التي يتميز بها هذا الاحتفال هو أن الاحتفال له وجهان، الوجه الأول يتعلق بالوحدة الوطنية، والوجه الآخر هو ذكرى كذلك ذات دلالة خاصة، وهي الحدث الذي قام من خلاله المغاربة بالتهديم والقضاء على مخيم قديم الزيك، ذلك المخيم الذي يعبر بشكل صادق وواضح عن أن الصحراويين مهما تعددت تواجداتهم في المهجر، في المناطق المحتلة، في المناطق المحررة، في كل مكان، هم متحدون حول هدف واحد. وهذا يؤكد زيف دعاءات المغرب التي تقول بأن الملف الصحراوي قد طوي وبأن القضية انتهت. الآن الحدث له نكهة أخرى، وهي تعاظم الانتصارات للشعب الصحراوي على مختلف الصعد، في الجبهة العسكرية، في الجبهة الخارجية، في الجبهة القانونية، وهذه كلها عوامل تؤكد بأن الصحراويين ماضون في مسيرتهم ونضالهم حتى تحقيق الهدف الأسمى وهو الاستقلال الوطني، أسوة بكل الشعوب، لأن كل الشعوب ضحت وأرصت دعائم بنائها من خلال مواصلة الأهداف التي آلت على نفسها تحقيقها، ونحن لازلنا متمسكين بالعهد الذي سقط من أجله شهداء كثيرون وجرحى. وأشكر جزيلا. شكرا سيد يوسف المدير على هذا التعاون، بارك الله فيك. أيضا بما أنه يوم أمس احتضنت مخيمات اللاجئين الصحراويين عددا كبير من الوفود الأجنبية المشاركة والمتضامنة والمعبرة أيضا والداعمة لعدالة القضية الصحراوية من دول فرنسا، ألمانيا وإسبانيا، هذه الأخيرة التي أتت بوفد رفيع المستوى يضم إعلاميين وصحفيين ونشطاء سياسيين، وأيضا فعاليات المجتمع الإسباني التي نستضيف أحد ممثليها على الهواء مباشرة معنا، دييغو كولدو مارتينيز.
ممثل عن حزب سياسي في اسبانيا لو بالامكان اعطانا what is your opinion about solidarity between the people in Spain and the people Sahrawi in the company and what is your opinion about this festival. Okay. Do you want me to say it in English or in Spanish? In English. In English, okay. Well, I can say that I'm very proud and very happy of being here with the Sahrawi people celebrating their 45th day of Unity Day. And for us, it's very important what the Sahrawi people is doing all along the history. They're fighting for their cause, they're fighting for their rights, they're fighting for their freedom. And for me, it is very important to say that when the governments abandon a people, like the Spanish government has done, it is very important to show that the people from Spain are with the Sahrawi people. Their cause is our cause. In the end, it's a cause for human rights, for universal rights, and for freedom. So even when the Spanish government has abandoned the people from Sahara, we, the people of Spain, feel one with the Sahrawi people. And I'm very proud and I'm very happy of being able to say that. Thank you. Thank you very much. نعم هو يعبر عن مدى تضامنه مع الشعب الصحراوي وأيضا في إطار الدعم المتزايد للقضية الصحراوية. في هذه اللحظات يصل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في برنامج مسطر لهذه الاحتفالية بتدشين مؤسسات تربوية وأيضا مصالح اجتماعية دلالة على بناء أسس الدولة الصحراوية. أيضا كانت له تحية شرفية للجيش الصحراوي الذي عاد إلى ساحات الوغى والميدان القتال بعد الحرب الثانية التي سنحتفل بسنويتها الأولى يوم 13 من نوفمبر. أيضا الوفد رفيع المستوى يضم فعاليات وسياسيين وصحفيين أجانب يشاركون فعاليات ذكرى 46 للوحدة الوطنية هنا من الداخلة. أشكرك جزيلا عمار تواجين على هذه المداخلة القيمة.